السلام عليكم ورحمة الله. مادة المحاسبة في شركات البترول، تعليم مفتوح، تالتة تاني. معكم دكتور أسامة مسرور. بفكركم إن المنهج بتاعنا كان عبارة عن جزء نظري أنا حددته لكم في الأول، وكان جزء عملي. الجزء العملي ده عبارة عن 7 تمارين بالظبط كده. إحنا خدنا أول تمرين اللي هو كان معالجة مصروفات الحصول على حق الامتياز بـ3 آراء أو 3 طرق مختلفة، يا إما اعتبارها كلها تكاليف إيرادية، يا إما اعتبارها تكاليف رأس مالية، طريقة التكلفة الكلية بنسميها، يا إما جزء إيرادي وجزء رأس مالي اللي هي المحاسبة وفقا للجهود الناجحة أو المجهودات الناجحة. كان في بعد كده معالجة المصروفات الأخرى للحصول على حق الامتياز. إيه هي المصروفات الأخرى دي؟ أول حاجة عندنا المصروفات القضائية الخاصة بتسجيل العقد، عندنا الإجراءات السنوية، عندنا غرامات التأخير. لو بدأنا بأول واحدة فيهم كده، المصروفات القضائية الخاصة بتسجيل العقد، يا إما تم السداد عن طريق موظفي الشركة، الحالة دي بتعتبر مصروف إيرادي، يا إما تم سداد هذه المصروفات عن طريق مكتب خارجي، بتعتبر مصروف رأس مالي. نشوف كده تمرين 2 على معالجة المصروفات القضائية. قامت إحدى شركات البترول بالحصول على ترخيص للقيام بأعمال البحث والاستكشاف في إحدى المناطق، وقامت بسداد مبلغ $10,000 مقابل رسوم توثيق العقد. المطلوب إجراء القيود اللازمة لإثبات المصروفات القضائية في دفاتر الشركة، وذلك بفرض أن أول فرض إن الشركة قامت بالإجراءات عن طريق موظفيها. الفرض الثاني الشركة قامت بالإجراءات عن طريق مكتب خارجي. إحنا قلنا عن طريق موظفيها بتعتبر مصروف إيرادي، وعن طريق مكتب خارجي بتعتبر مصروف رأس مالي. الفرض الأول إن الشركة قامت بالإجراءات عن طريق موظفيها. بنعمل قيدين. القيد الأولاني لما بسدد للموظفين من حساب المصروفات القضائية 10,000 إلى حساب البنك، وفي نهاية السنة المصروفات القضائية مدين بقفلها بجيبها داين ومن حساب ملخص قائمة الدخل. ده الفرض الأول، قيام الشركة بالإجراءات عن طريق موظفيها، لها قيدين. الفرض الثاني اللي هي مصروف رأس مالي، في حالة إن الشركة قامت بالإجراءات عن طريق مكتب خارجي، لما بسدد هذه المبالغ بعمل قيد وواحد فقط، بقول فيه من حساب عقود الامتياز غير المطورة إلى حساب البنك. يبقى عندنا الفرض الأولاني كان قيدين اللي هو مصروف إيرادي، والفرض الثاني عن طريق مكتب خارجي قيد واحد مصروف رأس مالي. ده تمرين 2. تمرين 3 بيكلمني على النوعين التانيين من المصروفات المتعلقة بالحصول على حق الامتياز اللي هي الإيجارات وغرامات التأخير. فقامت إحدى شركات البترول باستداد مبلغ $20,000 رسوم إيجارات و$30,000 غرامات تأخير، عايزين قيود اليومية لازمة لإثبات ما سبق. الاتنين زي بعض الحقيقة، لما بسدد فبقول من مذكورين، المصروفات بطبيعتها مدين، يبقى حساب مصروفات الإيجار مدين وحساب غرامات التأخير مدين 20,000 30,000 إلى حساب البنك 50,000. في نهاية السنة القيد الثاني والأخير بقفل المصروفات بجعلها دائن ومن حساب ملخص قائمة الدخل بـ50,000 إلى مذكورين مصروفات الإيجار وغرامات التأخير. ازاي نحسب النفاد والاهلاك؟ احنا في اول محاضرة كنا قلنا ان احنا بنعمل نفاد لحاجتين: تكلفة الايجارات المستبقاة المحتفظ بها يعني، وتكاليف الحفر والتنمية غير الملموسة. بنعمل اهلاك لحاجة واحدة بس، تكاليف الحفر والتنمية الملموسة. ده تمرين على حساب معدلات النفاد والاهلاك والاقساط بتاعتهم وما يلزم من قيود يومية.
بنقول في إحدى شركات البترول بلغت تكلفة الإيجارات في إحدى الفترات 300,000 جنيه، منها 20,000 جنيه مهملة، يعني المستبقاة 80,000. طبعا المستبقاة بيتعمل لها نفاد، والمهملة مصروف إيراد بيروح قائمة الدخل. تكاليف الحفر والتنمية غير الملموسة 460,000 جنيه. تكلفة المعدات ومهمات الأبار، ودي تكاليف ملموسة اللي هي الأصول الثابتة يعني، 770,000 جنيه، ولها قيمة تخريدية 80,000. بلغت حصة الشركة في الإنتاج 300,000 برميل. والاحتياطيات بتنقسم إلى نوعين، مؤكدة وغير مؤكدة. الاحتياطيات كلها 2,500,000 برميل، منها 500,000 برميل غير مؤكدة، يعني المؤكدة 2,000,000 برميل. يبقى كل الاحتياطيات 2.5 مليون، نص غير مؤكد واتنين مؤكد. طلبنا حساب أقساط النفاد والإهلاك عن الفترة وقيود اليومية اللازمة. أولا هنحسب المعدلات، وبعدين هنحسب الأقساط. المعدلات بنقسم التكاليف على كمية الإنتاج والاحتياطي، بس هنخلي بالنا إن في اتنين احتياطي، احتياطي مؤكد واحتياطي غير مؤكد. في الإيجارات بما إنها تكاليف عدم تأكد، أول مرحلتين بنقسم على الإنتاج والاحتياطي كله مؤكد وغير مؤكد. لكن في الحفر والتنمية غير الملموسة أو الملموسة، مرحلة ثالثة، مرحلة تأكد من وجود الزيت، فبقسم على الإنتاج والاحتياطي المؤكد فقط. يبقى أول حاجة معدل نفاد تكلفة الإيجارات المستبقاة، بقسم تكلفة الإيجارات المستبقاة، المهملة لا، المهملة مصروف إيراداتي بيروح قائمة الدخل، 280,000 على الإنتاج والاحتياطي كله، 2.5 مليون برميل، هيطلع 1.1 جنيه للبرميل. كنت قلت لكم خلوا بالكم من التمييز، أنا قاسم تكاليف على برميل، يبقى جنيه لكل برميل أو دولار لكل برميل. معدل نفاد تكاليف حفر وتنمية غير ملموسة، بقسم تكاليف الحفر والتنمية غير الملموسة اللي هي 460,000 على الإنتاج والاحتياطي المؤكد فقط، هيطلع 2.1 جنيه لكل برميل. اما المعدل الثالث، معدل اهلاك تكاليف ملموسة او حفر وتنمية ملموسة اللي هي الاصول الثابتة يعني، بقسم التكاليف الملموسة ناقص القيمة التخريدية ان وجدت، ما فيش تبقى بصفر، على الانتاج والاحتياطي المؤكد فقط، زي المعدل اللي قبله بالظبط يعني، هيطلع 3.1 جنيه لكل برميل. نمرة 2، الأقساط. كل معدل من المعدلات الثلاثة اللي أنا طلعتها بضربها في كمية الإنتاج اللي هي 300,000 برميل، أحصل على الأقساط الثلاثة، أقساط التكاليف طبعا، قسط نفاد الإيجارات، وقسط نفاد التكاليف غير الملموسة، وقسط إهلاك التكاليف الملموسة. هتطلع عندي 30,000، 60,000، 90,000. بلفت النظر إن الأقساط الثلاثة دي بتظهر في تقرير تكاليف الإنتاج اللي هنشوفه بعد شوية تحت عنوان تكاليف ما قبل الانتاج. يعني ممكن اطلب تقرير تكاليف الانتاج وادي لك المعدلات او اخليك تحسبها وبعدين تحولها الاقساط بضربها في كميات الانتاج والناتج تحطه في تقرير التكاليف. المطلوب الثاني كان في المسألة قيود اليومية. عندنا 3 قيود. اول حاجة بثبت مصروفات الايجارات المهملة اللي كانت 20,000 مصروف ايرادي من مصروفات البحث والاستكشاف الى حساب البنك، وبعدين بثبت مصروفات النفاد القاعدة بتاعتها من المصروف الى المجمع. فمن مذكورين عندنا 3 مصروفات، 2 نفاد و1 اهلاك، مصروفات نفاد الايجارات، مصروفات نفاد التكاليف غير الملموسة، مصروفات اهلاك التكاليف الملموسة اللي هما 30,000 و60,000 و90,000، الى مذكورين المجمعات، مجمع نفاد الايجارات ومجمع نفاد غير الملموسة ومجمع اهلاك الملموسة بنفس الارقام 30,000 60,000 90,000. القيد الثالث، بقفل المصروفات في حساب ملخص قائمة الدخل. المصروفات مدينة بقفلها بخلية داي. لاحظ ان هم 4 مصروفات، بما فيهم مصروفات البحث والاستكشاف الخاصة بالايجارة المهملة مع مصروفات النفاد والاهلاك، ومن ملخص قائمة الدخل بمجموعهم هما 200,000 جنيه. ده كان التمرين رقم 4. التمرين رقم 5 بيتكلم عن توزيع التكاليف المشتركة
للزيت والغاز باستخدام طريقة وحدة الحرارة البريطانية البي تي يو، اللي هي اختصارات بريتش ثيرمال يونت. ايه المشكلة بتاعت هذا الموضوع؟ انا بنتج الزيت والغاز مع بعض بتكلفة انتاج واحدة بنسميها التكاليف المشتركة. طب الزيت لوحده تكلفته ازاي والغاز لوحده تكلفته كام؟ المشكلة ان الزيت بيتقاس بالبرميل والغاز بيتقاس بالقدم المكعب، فلازم احول الاثنين الى وحدة قياس مشتركة تصلح ليهم هما الاثنين، اللي هي بنسميها وحدة الحرارة البريطانية او البي تي يو. افترضنا ان برميل الزيت الخام بيحتوي على 5 مليون وحدة حرارة، في بعض الاقوال 6 مليون حسب درجة نقاء الزيت. احنا افترضنا نقاء عادي او متوسط، يعني يبقى برميل الزيت فيه 5 مليون وحدة حرارة، وكل 1000 قدم مكعب من الغاز بيحتوي على مليون وحدة حرارة. عشان اوصل لوحدة قياس مشتركة للزيت والغاز بحول الزيت والغاز الى وحدات حرارية. ازاي؟ بضرب انتاج الزيت بالبرميل في 5 مليون يديني كذا مليون وحدة حرارة، اما انتاج الغاز فبيتقسم على 1000 لانه لكل 1000 قدم مكعب، بيتقسم على 1000 ويضرب في 1 مليون يديني كذا مليون وحدة حرارة. نشوف كده التمرين رقم 5. تمرين 5 بيقول لي انتجت احدى شركات البترول 50,000 برميل من الزيت الخام و10 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فإذا علمت أن التكاليف المشتركة للإنتاج بلغت 52,000 دولار، دي التكاليف اللي أنا عايز أوزعها على الزيت والغاز. فما هي تكلفة البرميل الواحد من الزيت الخام والألف قدم من الغاز الطبيعي؟ الحل بضرب إنتاج الزيت، دي أول خطوة، اللي هو 50,000 في 5 يطلع 25 مليون وحدة حرارة. وبعدين انتاج الغاز اللي هو 10 مليون بقسمه على 1000 واضرب في 1 يديني 10,000 مليون وحدة حرارة. 25,000 و10,000 يبقى النسبة بينهم 25:1. بالنسبة دي بوزع التكاليف المشتركة. طبعا توزيع بنسبة وتناسب عادي جدا، 25:1 مجموع النسبتين 26، مرة بضرب في 25 على 26 ومرة في 1 على 26. يبقى تكلفة الزيت الخام بضرب التكاليف المشتركة 52,000 في 25 على 26 تطلع 50,000 دولار. تكلفة الغاز الطبيعي برضو بضرب التكاليف المشتركة في 1 على 26 تطلع 2000 دولار. 50,000 زائد 2000 مجموعهم طبعا يساوي رقم التكاليف المشتركة 52,000. طب دي التكلفة الإجمالية، احنا طالبين تكلفة البرميل الواحد والألف قدم من الغاز الطبيعي. تكلفة البرميل الواحد يبقى بقسم تكلفة الزيت الخام اللي هي 50,000 على كمية الانتاج بالبرميل اللي هي 50,000 برميل، يطلع 1 دولار للبرميل. وتكلفة الالف قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقسم الالفين دولار اللي هي تكلفة الغاز الطبيعي 2000 على 10,000 قدم يديني 2 من 100 دولار لكل 1000 قدم. ده كان التمرين رقم 5. التمرين السادس، ازاي نعد تقرير التكاليف الخاص بالانتاج. فاستخدم البيانات التالية في اعداد تقرير تكاليف الانتاج الخاص بانتاج مليون برميل كمية الانتاج لاحدى شركات البترول، الارقام بالدولار. هتلاحظ مجموعة كده من التكاليف، الاول كلها تعتبر تكاليف مباشرة للانتاج، تكاليف سطحية وجوفية وتكلفة رفع خام وتكاليف معالجة وصيانة وتحسين ابار واهلاك وصول، كل دي في مرحلة الانتاج اللي هي المرحلة الرابعة والاخيرة. في بعد كده بندين تكاليف بيعتبروا برضو من تكاليف الانتاج، تكاليف ادارية للحقل واتاوة المنتج، الاتاوة اللي هي المبلغ اللي بتدفعه شركة البترول للدولة. وبعدين معدلات النفاد والاهلاك، في معدل نفاد الايجارات ومعدل نفاد التكاليف غير الملموسة ومعدل اهلاك التكاليف الملموسة. طبعا بفكركم ان كل معدل بيتضرب في كمية الانتاج اللي هي في السطر الاول اللي هي مليون برميل، بحصل على اقساط التكاليف التلاتة اللي بتظهر بعنوان تكاليف ما قبل الانتاج في اخر تقرير التكاليف بالمنظر التالي.
ادي منظر تقرير التكاليف، خانة للبيان وخانتين للمبالغ، طبعا تحط المبالغ على الشمال تحطها على اليمين مش فارقة يعني. حطينا في الاول مجموعة التكاليف اللي جت في اول المسألة، سطحية وجوفية ورفع خام ومعالجة وصيانة وتحسين ابار واهلاك وصول، جمعناهم كلهم طلعت 19,700,000. دي تكاليف مباشرة للتشغيل. بقية التكاليف المباشرة، في عندي تكاليف ادارية محلية اللي هي 400,000، وفي إتاوة المنتج 600,000، مجموعهم 1,000,000. ضفناهم على التكاليف المباشرة للتشغيل اللي هي 19,700,000، يبقى مجموع التكاليف المباشرة 20,700,000. خلي بالك ان في تكاليف ادارة غير المحلية، في حاجة اسمها تكاليف ادارة مركزية بالمركز الرئيسي، ودي هنشوفها في قائمة الدخل في التمرين اللي بعده. يبقى اللي احنا حطيناه في قائمة التكاليف تكاليف ادارة محلية، محل البحث يعني او في الحقل نفسه. وصلنا للتكاليف المباشرة 20,700,000، ضفنا عليهم تكاليف ما قبل الانتاج اللي هي عبارة عن حاصل ضرب معدلات النفاد والاهلاك في كمية الانتاج 1,000,000 برميل، ادتني اقساط التكاليف الثلاثة 400,000 و300,000 و600,000، مجموعهم 1,300,000. ضفناهم على التكاليف المباشرة 20,700,000، اداني تكاليف الانتاج 22,000,000. يبقى ده شكل تقرير التكاليف. التمرين السابع والاخير خاص باعداد قائمة الدخل، وخلي بالك من البيانات اللي فيه. استخرجت البيانات التالية من احدى شركات البترول عن من احدى شركات انتاج البترول عن عام 2019. المعلومة واحد، هتلاقي فيها رقم الانتاج 1,000,000 برميل، مخزون اول الفترة 200,000 برميل، واخرها 300,000 برميل، وسعر بيع برميل الزيت $50. المعلومة دي فيها كوحدات الانتاج ومخزون اول ومخزون اخر. من الثلاث معلومات دي لازم تستنتج عدد البراميل المباع. ليه؟ لان البراميل المباعة بستخدمها في حاجتين. اولا بجيب بيها ايراد المبيعات في قائمة الدخل، يعني هي دي اللي هضربها في سعر البيع 50. وتاني حاجة، لو مديك التكاليف التسويق للبرميل زي ما هتشوف المعلومة اللي جاية، $2 للبرميل يعني، يبقى برضو في عدد البراميل المباعة. طيب ازاي تجيب الوحدات المباعة؟ القاعدة بتقول الانتاج زائد مخزون اول الفترة ناقص مخزون اخر الفترة يدي لك البراميل المباعة، ودي هنعملها في شكل تمهيد للحل. معلومة 2، بلغت تكاليف الانتاج $25,000,000. تكاليف الانتاج دي بفكرك هي اخر رقم في تقرير التكاليف اللي فات. تكلفة انتاج البرميل في العام السابق $30. طب ليه في العام السابق؟ عشان اجيب بيها تكلفة مخزون اول المدة. تكاليف التسويق $2 للبرميل بضربها في الوحدات المباعة وليس المنتجة. يحمل الانتاج ب 3% من تكاليف الانتاج كتكاليف ادارة مركزية، 3% من $25,000,000 اللي هي تكاليف الانتاج يعني. ممكن اجيب لك ايرادات اخرى ومصروفات اخرى في المسألة، بضيف الايرادات الاخرى في اخر قائمة الدخل وبطرح المصروفات الاخرى عشان اوصل لصف الربح النهائي. ففي عندنا في معلومة 3 ايرادات استثمارات 200,000، ارباح بيع اصول ثابتة اللي هي الارباح الرأسمالية 100,000، مصروفات فوائد 650,000، وضرائب 600,000. عايزين قائمة الدخل عن عام 2019، وعايزين قيود اليومية اللازمة للإيرادات. بعمل تمهيد للحل، بطلع بيه عدد الوحدات المباعة زي ما قلنا، بستخدمها في إيراد المبيعات وفي تكاليف التسويق. الوحدات المنتجة زائد مخزون أول الفترة ناقص مخزون آخر الفترة يطلع 900,000 برميل مباع. تاني حاجة، بطلع تكلفة إنتاج الوحدة. تكلفة الوحدة زي أي تكلفة وحدة، بقسم التكاليف على عدد الوحدات. تكاليف الإنتاج عندك في المسألة 25,000,000، وكمية الإنتاج أو عدد وحدات الإنتاج اللي هي 1,000,000 برميل، يبقى تكلفة إنتاج الوحدة $25 للبرميل. طب بعمل بيها إيه تكلفة إنتاج الوحدة دي؟ بحسب بيها تكلفة مخزون آخر الفترة. يبقى انت عشان تحسب تكلفة مخزون اول الفترة بتاخد تكلفة الوحدة في العام السابق، وعشان تحسب تكلفة مخزون اخر الفترة بتاخد تكلفة انتاج الوحدة اللي انت استنتجتها
في العام الحالي. ده شكل قائمة الدخل، هي الفكرة فيها إيراد المبيعات ناقص تكلفة المبيعات يديني مجمل الربح، بضيف إيرادات أخرى وأطرح مصروفات أخرى يديني صافي الربح. فبدأنا بإيراد المبيعات 900,000 الوحدات المباعة اللي احنا استنتجناها في سعر البيع 50 ادتني 45 مليون. أطرح تكلفة المبيعات، تكلفة المبيعات ده عنوان عبارة عن تكلفة الإنتاج زائد تكلفة مخزون أول الفترة ناقص تكلفة مخزون آخر الفترة يديني تكلفة الإنتاج المباع، أضيف إليه تكاليف التسويق يديني تكلفة المبيعات. أنا عايز أوصل لتكلفة المبيعات اللي هي هطرحها من إيراد المبيعات. تكلفة الإنتاج 25 مليون، تكلفة مخزون أول الفترة ضربت وحدات مخزون أول الفترة في 30 اللي هي تكلفة البرميل في العام السابق، وطرحت تكلفة مخزون آخر الفترة عدد وحدات مخزون آخر الفترة 300,000 برميل في المسألة في تكلفة إنتاج الوحدة اللي احنا استنتجناها في تمهيد الحل 25، ادتني تكلفة الإنتاج المباع 23 مليون و500,000. ضفنا عليها تكاليف التسويق، ضربنا الوحدات المباعة اللي هي 900,000 في 2، تكلفة الإنتاج المباع زائد تكاليف التسويق ادتني تكلفة المبيعات اللي هي 25 مليون و300,000. طرحنا 25 مليون و300,000 من إيراد المبيعات فوق خالص اللي هي 45 مليون، اداني مجمل الربح 19 مليون و700,000. ضفنا عليهم إيرادات أخرى، عندي إيراد استثمارات 200,000 وعندي أرباح رأس مالية أو أرباح بيع أصول 100,000 يعني 300,000. يبقى المجموع بعد إضافة الإيرادات الأخرى أصبح 2 مليون. طرحت مصروفات أخرى اللي هي فوائد وضرائب وتكاليف إدارة مركزية اللي هي 3% من تكاليف الإنتاج يعني 25 مليون في 3 على 100. مجموع المصروفات الأخرى 2 مليون، طرحناهم من 20 مليون اللي هي المجموع 20 مليون، 20 مليون ناقص 2 مليون اداني صافي الربح. دي نهاية قائمة الدخل. كنا طالبين قيود اليومية الخاصة بالإيرادات، عندنا قيدين إثباتها وإقفالها. الإيرادات طبعا دائن فبتيجي في القيد دائن، وتحصلها يبقى من حساب النقدية، يبقى من حساب النقدية إلى مذكورين. الإيراد الرئيسي اللي هو في أول قائمة الدخل إيراد المبيعات 45 مليون مع إيرادات الاستثمارات 200,000 مع أرباح رأس مالية 100,000، كل دون أثبتهم يبقى 45 و300,000. وبعدين قفلتهم، الإيرادات الدائن جبتها في القيد مدين يبقى من مذكورين الإيرادات بأنواعها الثلاثة إلى ملخص قائمة الدخل. ده كل اللي احنا عايزينه منكم في المنهج، الجزء النظري والسبع التمارين دي. ان شاء الله بالتوفيق بإذن الله، وان شاء الله يكون لينا حظ نلتقي قبل الامتحان بإذن الله. ما كانش الامتحان لنا نخرج عن هذا الكلام. تمنياتي بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.